السلام عليكم احبابي، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتتبعوا معايا هذه السلسله، هادو مجرد افكار. استوحيت هذه الفكره ديال ميني كيك تيديروهم الكوريين، لانش بوكس كيك، وانا قلت علاش ما نديروهمش هكا لاعياد الميلاد، فعاود نبقاو نقطعوا الكيكه، كل واحد يختار الكيكه اللي عجباته وياخذها. كنتمنى الفكره تنال الرضا ديالكم واعجابكم، وتطبقوها هكا في حفلات اعياد الميلاد ديال وليداتكم ولا ديال الكبار، علاش لا. كنتمنى لكم فرجه ممتعه ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم معايا في هاد الفيديوهات الاخرين، وفرجه ممتعه. كما سبق ليا في الفيديو الفايت درت معكم لا جينواز، دابا مابغيتش نطول الفيديو، غندرت لا جينواز وقطعتها على كدوائر صغيورين. طبعا حيت هذيك القشره اللي كتكون الفوق باش كتعطينا هاد المسام باش تشرب لينا وتجي زوينه وتجي لاصقه، هادو كلهم كيتحيدوا ما عندنا ما نديروا بهم. وفي نفس الوقت حضرت كريمة الزبده كما شفتوا، دابا ان شاء الله غادي ندير لكم في واحد الفيديو بالتفصيل. كتجي زوينه، كتجي رائعه، انتم كيفاش كتجي شاده في راسها وزوينه. هادو هما المكونات الاساسيه باش لاباز باش غادي نديرو الفيديو اليوم، تتبعوا معايا بالتفصيل، راه ساهل المهل ما صعيبش، وحتى حاجه ما معايا صعيبه. وجدت واحد السيرو كما كتشوفوا، كاس ديال الماء وكاس ديال السكر سنيده وواحد الساشي ديال الفاني، خليتهم غلا واحد شويه وانا غادي هو باش غنزيد السقي. غنديرو السقوه هكا خفيفه لان ديجا الجينواز كتجي هشه باش كتزيد في الزكا واحد شويه. كندير واحد شويه ديال الكريمه، كنديرها طبقه خفيفه ما نديرهاش بليضه. ثاني كنسقيوها، زينا بشوية ديال لوز إفيلي، كنديرو
وبهكذا جينا على النهايه ديال هذا الفيديو ديال الميني كيك. كما كتشوفوا درت واحد العينه قليله، ما هما خصهم يكونوا يجيو كثار. مره اخرى ان شاء الله ونديروا كثر. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. شكرا على المتابعه.